اهلا بيكم، مرحبا وحلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص. هعمل معاكم صدور فراخ مخليه، ولكن الجلد يتساب عليها، يعني عايزها يكون جلدها معاها. هنعملها بصوص لطيف قوي 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 وسهل وجميل، وهنقدمها مع مكرونه بعد الفاصل. نتكلم في الحدوته ونوصفها، ابقوا معنا. اهلا بيكم، بنقدم بقى الحدوته بتاعتنا ونقول المقادير. معايا صدور الفراخ اللي عليها جلد، ومعايا بصل اخضر بالنوازيه، معايا زبده وزيت، معايا من التوابل جنزبيل وبابريكا. وعشان الجنزبيل والبابريكا شو اسمه باودر، بحط لهم شويه ميه عشان لما انزلهم على النار ما يتحرقوش. اوكي، مهمه قوي دي، يعني بحيث انها تبقى بيستي شويه، شاربه شويه ميه عشان ما تتحرقش. معايا دقيق عشان اربط الرو، ومعايا عصير ليمون وزيست ليمون، ومعايا ستوك او مرق فراخ ستوك يعني مفروض يعني، وكريمه حمضه او محمضه وروزميري. طيب اول حاجه اعملها اني احط شويه زيت، و زبده، وهنا هحط عود روزماري، مش لازم يكون كتير قوي كده، ماشي. وهحط البصل، وهعمل كده. اول ما ريحه البصل تطلع وريحة الروزماري طبعا تطلع، قوي، ابتدي بقى احط الجنزبيل والبابريكا. اللي هو اوريدي ايه؟ عليه شوية مية. والبابريكا. معلقتين كبار بابريكا، ومعلقة صغيرة من الجنزبيل. ونقلب. نقلب. ولد هات لي بقى ايه الستوك جنبي هنا. واحط الفراخ من ناحيه الجلد. عايز انا بقى ايه الجلد ده يتحمر. دي خلاص ممكن نشيلها دلوقتي.
ناري حاميه عشان الجلد يتحمر بسرعه. واحضر ايه عمده؟ تحضر مثلا 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 ده ايه نريح فيه الفراخ بعد كده. وريني بقى. اصبر كده وريني. يا سلام يا سلام. وقلب بقى. الناحية التانية كده تقليبة نونة. اوكي. تمام. وبعدين خدنا اللون بقى مش كده؟ لا لسه شوية. اديني شوية لون. اديني شوية لون. في هذه الأثناء بقى بدل ما أنا قاعد ساكت كده أجيب الليمونة وآخد إيه بشراية كده لطيفة. مش كتير قوي عشان ما تمررش. تعال نشوف. يلا نريحها بقى شوية. اوكي. وبعدين هنا بقى احط زيت الليمون. شوية دقيق. بالراحة بالراحة معايا كده. هعمل بقى حاجة هنا بقى ايه لطيفة كده. هعمل كده. علشان اقدر اضربها بالويسك. نعمل كده. الاول. اوكي. خلي دي جنبي عشان هردهم تاني فيها. اوكي. هناخد ويسك بقى كده اهو. اوكي كفايه كده. يلا نضرب دول بقى لما يتقلوا. نطلع فاصل ونرجع تكون عمليه التقلت وبقت لطيفه جدا. يلا ابقوا معنا. اهلا بيكم بعد الفاصل. تقلنا كده وبقينا لطاف جدا. نملح بقى. ونحط شويه فلفل نونه.
ونقلب. هعمل ايه بقى؟ هوطي النار شويتين كده عشان ايه براحتها كده الدقيق يستوي. اوكي. واحط بقى شويه عصير ليمون. بعد كده هرجع اردهم تاني هنا وازود شويه مرقه عشان لسه هتترفع على النار شويتين فما تتقلش بزياده. اوكي يلا تعالوا نجيب ايه يا عمده، تجيب ايه يا عمده؟ هات مثلا دي عشان مش عايز احط. عملنا بقى حكايه الويسكي دي خلاص. بنغني ولطيف. ابتدي بقى ايه ارجع تاني الفراخ. واغطي بقى. غطي بقى وسيبها ايه لما تستوي تماما. هي استريحت، سيبها تستوي تماما وبعدين اكمل بقيه الصوص. يعني هسيبها كده مثلا سمثينج لايك من 10 ل 12 دقيقه. اوكي تمام تمام. طبعا هي دي في المرحله دي هي لسه ما استوتش، انما ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه الصوص خد طعم الفراخ اكتر، وهشيلها بقى اقطعها واردها. وانا بقطعها كده هتلاحظوا انها لسه ما استوتش. خلي الصوص انت تتقل كده براحتك. لطيف لطيف. نعمل كده نعمل كده. وهرفع الجلد. ونرد الفراخ مع الصلصة. اوكي. حلو حلو. طيب نغرف بقى. شيل الاول الفراخ، نرفع الفراخ في حاجه كده، خلينا نرفعها بوله مثلا مؤقتا في بوله. تفتكر؟ افتكر. ما افتكرش ليه؟ ممكن
هكذا. شفتوا بقى هي فيها خطوات كتير. إنما سهلة. أوكي. هنا بقى أحط الكريم. يلا. دي اللي هي الكريمة المحمضة أو حامضة، ساور كريم يعني. كلمة حامضة دي بتضايق الناس ساعات، فيقولوا محمضة. محمضة يعني ايه؟ يعني درجة التحميض، يعني حامضة، مش حمضانة يعني بايظة. لا، هتضايقيني حطك في كازرول. ممكن نفس الكازرول اللي عملت فيها الشغل، لو هتضايقيني يعني حط فزر ولا يهمني، ما دام مش هرد الفراخ فيها تاني خلاص. يلا بيك النار هنا بقى كده على طول. اوكي، علشان اقدر استعمل الويسكر. تمام، خلاص نغرف بقى. تعالوا نغرف. تعالى تعالى. اوكي، يلا جاهز اعتقد ذلك. هنعمل ايه بقى؟ هنصفي. ليه بصفي؟ علشان انتوا فاكرين ان احنا حاطين فيها شويه بصل في الاول. اوكي، مش عايز البصل يبقى واضح في الصوص، عايز الصوص يبقى كلير ما فيهوش بصل. فهصفي فوق الحدوته بتاعتي. اولا دي هتقدم مع مكرونه بني. حط شويه مكرونه بني على جنباتنا كده. طبعا هقول لكم على حاجه افضل من اللي انا بعمله ده، يعني معلش مع احترامي يعني. هعمل كده. طب كفاية يعني ولا ايه؟ مش فاهم انا. كفاية. تعال بقى.
اه ده اللي انا مش عايزه، اوكي؟ ده اللي انا ايه مش عايزه. يلا بينا نقدم بقى. تعالى. واقول لكم بهنا وشفا، واشوفكم في حلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص. ابقوا معنا.